إذا مو اليوم شي يوم تاني رح تروح لعندهم. إيه فهمت ماشي. وإنت ليش عم تسألني هيك سؤال؟ أنا ما سألت عنها بنوب، بس هو قال لي إن مالها موجودة بكل البيت، ولهيك قلقت عليها وتوترت لأني بعرف إنها كانت بالبيت وعم ترتاح بغرفتها كمان. قلقت وقت عرفت إنها مختفية ستي، ولما شفتيني كنت رايح أسأل أمي، قلت يمكن تكون خبرتها قبل ما تروح. ماشي ابني، فكرتك بدك تلغي لها زواجها يعني؟ لا ستي، ليش لألغي زواجها؟ ابني في كتير أسباب لهالشي، في سبب واحد رئيسي لتلغي هالزواج، بس انسى ما رح تفهم. مزبوط. ريشي الشنطة شو، لوين رايح؟ ايه لوين؟ لهنيك. وين؟ رايح مع أمي، حابة تزور الدار. عن جد شو خطر على بالها هلا؟ وانت شو رح تعمل هنيك، تشوف الدار؟ سكوت بلا كتر حكي، صراحة أنا من شان هيك اجيت لعندك لهون ابني، أنت مسافر مع أمك، ولهيك بدي أوصيك إنك تدير بالك عليها منيح، ما تترك أمك لوحدها. صحيح هي ما عم تحكي لحدا، بس كلنا منعرف إنه في شي زعجة وشاغل بالها طول الوقت، لهيك انتبه عليها وحاول تعرف مشكلتها. حسيت بهذا الشي كمان، أمي إجت لهون من شوي وكان مبين إنها متضايقة، وحسيت إنها عم تخبي شي عني، شكله شي مشكلة. لا تاكلي هم، أنا رح دير بالي عليها. طبيعي الواحد إنه يقلق، وخصوصي من شانك. أنا دايماً بتمنى لحفيدي الحلو إنه يبقى بخير، وعلى طول تصير معه شغلات منيحة. بتمنى تحصل على الأفضل دايماً ويصير معك كل شي بتتمناه. وطبعاً ما في أفضل من لكشمي لريشي. هذا رأيي إلي. ليكي لكشمي، إذا ما عندك مانع ممكن نقعد هون شوي منشان نرتاح مو أكتر. ماشي تعي. لكشمي أنتي بنت قوية، أنا كنت خايف عليكي كتير. نيلا أنا بعرف إنه سبب قلقك لكشمي، بس هالمرة في شي تاني. بحياتي ما شفتك مزعوجة ومتوترة من شي شغلة لهي الدرجة. نيلا لو سمحتي احكي لي شو المشكلة. كاريشما لكشمي، أنجانا عم تتصل هلأ. هي ليش عم تتصل؟ ألو؟ مرحبا حبيبتي نيلام. أهلين أنجانا. نحن هلأ بالدار وكل شي ماشي مثل ما بدنا. الحكيم اليوم شاف لكشمي وفكران وتمنى لهم يكون زواجهم سعيد للأبد. تذكرت شغلة مهمة، إنه لهلأ ما عملنا حفلة الخطبة، فقلت لحالي ليش ما بنعمل الخطبة بكرة المساء.